جهدي في الحولي ما قدرش نفوت فيه 40,000 ريال، ولكن راه المشكل اللي كاين عندنا حنا كالناس الفقراء ولا كل شيء، هذاك الشناق اللي كيشد الحولي راه ما كيخليش للفقير كيفاش غيدير باش يشري الحولي، غيقدر هذاك الفقير يبيع التلفازه باش يكمل فلوس الحولي لان ما عندوش. كاين الناس تيقول لك الكرش شبعانه ما كتحسش بالجيعانه، الا بغينا نشوفوا المواطن فرحان وداك الشيء خصونا نحاربوا هاد الشناقه ويخليوا الناس كيبيعوا عادي، يقدر اي مواطن المسكين يعيد من حد الشناق كاين، راه ما عمر الفقير غيعيد في خاطره ويقدر يبيع حوايجه باش يشري الحولي. في المناسبه الغاليه اكدوم كتخففها عليكم في رمضان، العطله الصيفيه، الدخول المدرسي وحتى في عيد الاضحى، كل هذه اللحظات الغاليه عيشوها بكل خفه مع سلف بنسبه 0% وجواب في 40 دقيقه. اللي تقالت عليكم اكدوم خفاتها عليكم، اكدوم الرحم حقكم. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.